نقدر نقول مبروك؟ الله يبارك فيك. قدامي بقى عملية جديدة محتاجة انك تفتح مخك معايا. عصام شوية شوية عليا لو سمحت، مش بس لما نخلص من مشروع المباني الأول. شوف، مسألة تخوفك من أي فكرة جديدة دي بتجنني. لا يا أنا مش خايف من حاجة، كل ما في الأمر إني مانيش طمعان في أكتر من كده، وإيه اللي هيحصل لي؟ تضخم نفسي. ما أنت كمان هيحصل لك تضخم في رصيدك في البنك. شوف يا أحمد، شغلي مع أبويا في الوكالة علمني حاجة مهمة أوي، مش لازم تفوت أي فرصة ممكن يجيلك منها أي فلوس. لا أنا أصلي الهدف عندي محدد جدا ومتواضع جدا، أنا ما عنديش الطموحات الكبيرة اللي أنت متصورها دي. أنا كل هدفي إني أحقق شيء ممكن يسعد إخواتي، وفي نفس الوقت يديني إحساس بالاستقرار، بالأمان، بالحرية. أهو الإحساس بالحرية ده بيساوي تغطية لكل طموحك. لا إطلاقاً، أنا الإحساس بالحرية مرادف عندي للإحساس بالأمانة. شوف يا عصام، أنا مش عايز أتحول إلى آلة وأنسى آدميتي وأهتم بس بالجري ورا الفلوس. عارف ليه؟ عشان الدافع عندك مش كفاية. تقدر تقولي أنت بتتمتع بإيه في حياتك؟ أنت حياتك كلها مش شغل للبيت، البيت للشغل. لازم يبقى فيه شوية فرفشة، شوية لقلبك، قعدة حلوة، سهرة جميلة. بس ده مش الهدف بالنسبة لي. طيب احنا مش هنحتفل بقى بالمشروع الجديد ولا ايه؟ طبعا، بس لما يرجع سعيد ان شاء الله. طب استأذن انا بقى. طب على اذنك. مع السلامة. انت حياتك كلها مش شغل للبيت، البيت للشغل. لازم يبقى فيه شوية فرفشة، شوية لقلبك. الهام تجيلي شوية لو سمحتي. انت عايزاه يعمل ايه؟ يتكلم في التليفون. طب واحمد؟ احمد هيقول ايه؟ وحشني قوي قوي. عيني قالت كلام كله عذاب، كله وحده، كله فراغ. انت ليه بتبرري موقفه معاكي؟ حاسيسه كلها بتقول كده. كلمه الحب اللي قالها قلبي بس اللي يقدر يترجمها. طب وموضوع جوازه مش عامل لك اي قلق؟ ساعه ما بشوفه بنسى كل ده، ما بفكرش غير في حاجه واحده بس، اني كنت بدور عليه طول عمري. طب وبعدين؟ هو برضو قال لي وبعدين سمعتها منه احلى كلمه حب. انا خايفه عليكي من الحب. أنا اللي خايفة من الأيام. وده جواب جالنا من شركة تلك. جواب إيه بقى؟ ما كفاية جوابات. هو أنت ما بتفكريش إلا في الشغل؟ أنا مش عايزة أي حاجة تقلقك. صوالي، أول إنسانة تفكر في قلقي.
ترى انا مش عايز اروح. عندك تفسير لده؟ يمكن ايه يا ادهم؟ يمكن الوحيدة اللي تفهمني وتريحني هي انت. يمكن الحيرة اللي انا شايفها في عينيك دي بتفكرني بفترة من فترات حياتي. انا ايوه الحيرة دي بتفكرني فترة كنت بجري 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 دايما بجري بجري بدور على حاجة مش لاقيها. يمكن ده انعكس على الوظائف الكتيرة اللي اتنقلت فيها. كنت بخاف من أي شيء ممكن يستعبدني. كنت بخاف من أي حب. كنت بهرب من أي ارتباط. يمكن ده له جذور. خلت عني في أحرق لحظات حياتي. ما قدرتش تستنى لحد ما استقر مستقبلي. ما قدرتش تفهم إن أنا مش ممكن أبقى عبد للوظيفة. اتجوزت وسابت لي قلب رافض يتحرك. يمكن لسه بتحبها. لا لا ده انا يمكن حتى نسيت ملامحها. بس نسيت كمان يعني ايه حب. ياه انا اتدوشتك خرتك. تسمحي لي اوصلك؟ لا قصدي انا هاخد تاكسي. الهام انا هوصلك. انت فاهمه انك بالطريقه دي هتنجحي؟ طب مش بذمتك كده حلو؟ وحش قوي ومش لسنك. زي ما تكوني عايزه تكبري نفسك باي طريقه. معقوله الحالات اللي بتجيلك دي عفت؟ انت عمرك ما تعرفي تجاملي اي حد قدامك. ما هو دايما كده اللي يقول الحقيقه يبقى ما بيعرفش يجامل. انت عارفه لو بابا كان شافك بالشكل ده كان عمل فيكي ايه؟ عارفه كان علقني في المشنقه. صح بتتريقي؟ مش بتريق ولا حاجه يا عفت، بس هو كان كده ما يحبش يشوف اي حاجه جميله قدامه. عامل زيك يشلفطها يكسرها، لازم يحطم اي حد قدامه. نيره لاخر مره بقولك خلي بالك من مذاكرتك، ومش بس مذاكرتك من تصرفاتك كمان. ما انا عشان اعجبك لازم اشيل مكياجي واغسل وشي وافك شعري، لازم اقلبها نكهه، وانا ما بحبش النكهه، بحب الدنيا زي ما هي كده. اصلك مش مسؤوله عن اي حاجه وسايبه كل حاجه عليا. ما انا كمان عشان ابقى مسؤوله لازم ابقى عفت، وانا مش عفت. الكلام اللي بتقوليه ده هتندمي عليه ندم، وكميه اللامبالاه اللي عندك دي هتدفعي ثمنها غالي قوي. حقيقي يا نيره صدقيني. مصدقاك يا عفت، بس انا بحاول اعيش حياتي. كفايه الايام اللي فاتت. اظن كده بقى طنط انا عملت اللي عليا. الساعه بقت 10 والهانم لسه ما جاتش رغم انها عارفه اني هنا. فريد انا عايزاك تفهم ان انا بقى اللي افهمها اني مش لعبه في ايدها. انا مسافر الفجر وكان لازم توصل. كل اللي بتعمله ده مفيش مخلوق يقبله على كرامته. انا مسافر في معادي وطلاق ما بطلقش. خليها بقى كده متعلقه بين السماء والارض. خلي الكابتن اللي بتجري وراه ينفعها. فريد اسمعني بس، لو قعدت العمر كله مش هتقدر تتجوزه.
ممكن في راجل في الدنيا يقبل على كرامته كده؟ يعيش مع إنسانة ما بتحبوش؟ أنا من أول دقيقة قلتلك إن الإنسان ده عنيد ومش سهل. يعني لو سافر دلوقتي هيسيب كل حاجة متعلقة؟ وأنا ما فيش في إيدي حاجة أعملها. بس ده هروب، أنا مش موافق عليه. وما فيش مشكلة في الدنيا ممكن تتحل بالشكل ده. شهرة يا حبيبتي، أنت في حاجة مخبيها عليا؟ أقصد لا لا يا عم، بس حياتي بقت معاه مستحيلة. شهرة، أنا زي بابا تمام، مش من مصلحتك إنك تخبي علي حاجة. حتى لو كانت مخبية، القضية دلوقتي قضية إنسانة رفضة عشر إنسان، ولا لازم يكون في مبررات؟ الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش إكراه هي العشرة. يا بنت افهمي، هروبها دلوقتي هيطول المسألة جدا، وأنا مش عاوز كده، أنا عاوز أحل المسألة ودي. يعني ايه؟ يعني دي الفلوس اللي هو عايزها؟ دي حتى لو كانت الفلوس دي معايا، ازاي يقبل على كرامته كده ازاي؟ شهرة اهدي بس عشان نعرف نفكر. اهدى يا كريمة، اهدى ازاي وانا قاعدة مستنية ماما لما تطلبني في التليفون وتقولي انه نزل؟ اهدى ازاي وانا عاملة زي الهربانة من الحكم بالاعدام؟ هو ده اللي انا خايف منه، لازم يبقى فيه مواجهة، والمواجهة اولا لازم تكون بين شهرة وشهرة. رشدي انا ما بقولش كلامي مرتين، مش هتشوفني الا بعد ما اناقش الرساله. انا تعبت، انت على طول بتكذب، وانا مش هسالك انت ناوي تعمل ايه. طب بعدين احمد جه؟ مين كان بيتكلم؟ دي واحده. واحده. مش متاخر شويه التليفون ده؟ بقول ايه، انا امتحاني فاضل عليه كام يوم ومش عايزه حد يكلمني. طب ايه العصبيه دي كلها؟ اختك فين؟ بتذاكر عندنا جوز صاحبتها. ووجي ما اعرفش عنه حاجه. يعني هتعشر الواحد انا ولا ايه؟ ايوه يا استاذ عمر، خلاص اديني في نهايه المقال. طب ما تعطلنيش بقى. طيب مع السلامه. والقضيه هنا مرفوضه، واعني بها عزيزي القارئ قضيه الاجبار. يبيحها فقط قانون عشوائي، هو قانون الغاب. فأنت عندما تفرض حقا بالقوة فأنت تحصل على كل شيء اغتصابا، وتفقد كل شيء. وعلى رأس القائمة كلمة الحب. بكام يعني؟ لا بحبة حلوين كده. حبة حلوين كام يعني؟ 2,000,000 جنيه. صفقة عربيات لك اللي هي. لا اللي افتح الله، دي مش لعبتي. لا بقى حاج، ما هي ممكن تبقى لعبتي أنا. وبصراحة بقى شغلة الحديد دي ايه، كبرت عليها؟ لا العفو حاج، ما اقصدش. بس يعني لما يبقى في أجنس عربيات ومكتب توكيل فخم تبقى حاجة تانية. يا ابني بصراحة أنا مش عارف أنت دلوقتي عاوز إيه بالظبط. طلباتك كترت قوي قوي وفائت الحدود. خلاص بلاش. طب استنى بس ما تغضبش، هي عربيات إيه؟ أهو كده نتفاهم يا حاج، فيها شوية عربيات مستعملة كده، هنخدها ونهيئها ونرمها في الوكالة وتروح المعرض تلاقيها واقفة زي العروسة. يعني من غير مؤاخذة هتخم الزبون. ولازمته ايه الكلام ده؟ خلاص بلاش. لا إله إلا الله يا ابني، حاول تفهمني. زمان كنت بطلب منك انك تفهمني، كنت تطلب. وجي الوقت دلوقتي اللي تطلب مني ان انا افهمك. هفهمك ايه يا رب؟ هفهمك ايه يا حاج؟
السوق ما بيستناش اللي عايز يفهم، وحتى لو فهم مش هتعمل. خلاص خلاص مش عاوز افهم، خد اللي انت عاوزه كله من الخزنه. امضي هنا. حمد على كام؟ مش هفهم بس الاول. اخس 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 اخس، ده انت بقيت مادي ومقرف. انت عارف العمليه بتاعت العربيات دي هتاخد مني وقت قد ايه؟ هتاخد منك ايه؟ ده هنا عندك كمبيوتر. والكمبيوتر ده كلفني قد ايه؟ ولا حاجه، دعوتين من الست الوالده في ليله القدر. انت ما تعرفش يا سامح معرض العربيات ده هيكلفني قد ايه. واللي ما يخليكش تدفع حاجه؟ هنهرج بقى. مش هنهرج، هخلصها لك مع احمد حفني. هو شيكو ابن ناس. قصدك على الجراجات اللي تحت المباني؟ تمام. ونقفلها كلها. تمام. وهيبقى كله مرايات في مي. يعني ايه في مي دي بقى؟ في مي دي يا جاهل هفهمها لك بعدين. المهم وبعدين هنفهم احمد حفني انه مشروع للشباب، اصل هو متعاطف مع الشباب. هتبيع بالتقسيط؟ المريح جدا جدا جدا. طب ما يلا بينا نروح له. طبعا طبعا اكيد موافق. بس وعد، العربيات دي تتباع بالتقسيط. عيب يا احمد، واحنا بنهزر يعني؟ ابتدي احسبها. هو انتوا هو احنا على كل حال معرض السيارات ده ممكن يبقى واجهة كويسة للمباني. شربها. إلا شربها، شربها وهو مقتنع. إلا على فكرة، أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا. إحنا أخلاقنا بقت زي الزفت. فهمني، أنت بتحسبها إزاي؟ أوه، ده وقت هزار يا ممدوح بذمتك؟ والله ما فاهم. انت اصلك طول عمرك الدنيا بالنسبه لك ضحكه كبيره قوي، اتولدت وفي بقك معلقه ذهب من غير قر. ببساطه شديده جدا، الفتره اللي هنعيشها قد ايه قبل يعني ما ندخل المستشفى عشان نعمل تحاليل ولا زي منه؟ يعني ده شيء في علم الغيب. ما قلناش حاجه. من سن 35 ل 45 اذا ما عرفتش تعمل رصيد يبقى عمرك ما هتعمل. حتى لو عملت بعد كده هيبقى زي قلته. هي دي الفترة اللي لازم تتمتع فيها قوي بحياتك. برضو لسه مش فاهم. هما كم حاجة كده صغيرين، اي بني ادم هتعرفه لازم تستفيد منه. ايوه كده، ما تضيعش وقتك. الحاجة التانية، اي عملية هتعملها ان ما كانش مكسبك منها هيديك 5 أضعاف بعد مصاريفك، ما تعملهاش. والتالتة، قرب قوي من المهم. يعني ايه؟ يعني مين اللي في ايده الصلب؟ مين اللي هيخدمك؟ مين الكبير؟ هو ده المطلوب. وادفع، هتاخد. ياه، دي حاجة صعبة قوي. مفيش حاجة صعب مادام ما بتغلطش. وطول ما في ثغرات في القانون ما تقلقش. أنا مش قلقان، أنا منبهر. لا يا فندم، لسه ما وصلش. تحب حضرتك نقول له حاجة ما يجي؟ مبروك. إن شاء الله الساعة 9 مساء. مع السلامة. حد هيطلع يقابل سعيد بكرة في المطار؟ مش عارفة الحقيقة، يمكن الأستاذ أحمد. نرجع لموضوعنا. الشقة دي كلها على النيل، كلها في عمارتي اللي في الزمالك، وعملت الإعلان على المكتب هنا. والمطلوب؟
المطلوب بسيط جدا، انا محتاج وسيط فلوس، يعني انسانه ذكيه زيك تقدر تساعدني كتير. مش فاهمه. يعني بعد الاعلان هتيجي ناس تطلب شغل. ومهمتي انا ايه بالظبط؟ هتعرضي المبالغ اللي انا طالبها، ومعاكي مفاتيح الشقق دي، واعلى سعر هتوصلي له هيبقى لك عموله عليه. مفيش فرق يا استاذ ممدوح، ما هو برضو كله شغل للمكتب. لا 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 لا، ده ملوش دعوه بالمكتب، ده شغل تبعي انا. طب عند حضرتك مانع ان الاستاذ احمد يعرف؟ الهامي فهميني، ده ملوش اي دعوه ولا علاقه باحمد، ده شغل بيني وبينك. على اي حال فكري وما ترديش دلوقتي، واول ما توافقي اديني خبر. ايوه بس انا الهام. اسمعيني، عشان تعملي فلوس لازم تشغلي ده شويه. طب وماله؟ ما هو كله شغل. اصحيح انا مش فاهمه ومش عايز يقول ليه لسي احمد. يا ماما قلنا مليون مره اسمه الاستاذ احمد، ايه سي احمد دي؟ الله، مش ولي نعمتنا يبقى سيدنا وتجراسنا. بس انا اللي قلقني يا ماما انه عايز يعمل الشغل ده من ورا احمد. الله، طب ما تقولي له يا بنت وتوقعيهم في بعض. اقول له ليه واوقعهم في بعض ليه والمصلحه مين؟ يوه، حيرتيني يا بنتي، ما تفهميني انت عايزه ايه. اصل بصراحه يا ماما يعني مش بعيد ابدا لو انا وافقت على العمليه دي ان انا اخد شقه من بتوع ممدوح الدغيدي. تنسي يا ماما ان احنا لازم نسيب البيت ده قبل ما يتهد على نافوخنا، وفي نفس الوقت لو احمد عرف هيتضايق، بدليل ان ممدوح قال لي بلاش تجيبي سيره لاحمد. شقه وفي الزمالك؟ قولي كلام غير ده. لا قولي تاني وسمعيني، شقه وفي الزمالك؟ وعني وبكام دي بقى؟ بس انا هقوله لا طبعا. مش معقول يا ماما، ده احمد فتح لي قلبه وعقله. لا لا طبعا يا اخت، انا مالي؟ لا ترجعي تغلطيني، قال على راي المثل اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. النهارده اول يوم في امتحاناتك، شد حيلك. ها ربنا يستر. طبعا انت اللي هتوصلها كليه. ها اوصلها واطلع على المطار. طلع المطار. وانا بقول قايم من بدري ليه؟ يلا على الاقل ترحمها من التاكسيات. شوف يا ولاد، اوعدكم مجرد ما تنجحوا امتحاناتكم هتجيلكوا العربيه. وطالع المطار بدري قوي كده ليه؟ استاذك يا ستي، استاذك هيوصل النهارده. سعيد كامل؟ ايوه. وهيوصل الساعه كام؟ يلا بينا لحسن تتاخروا. يلا يلا. عظيم عظيم. الاتفاق كله ما قفلش ساعتين. التسهيلات اللي هيعملوها لنا خطيره جدا. الدقه، النظام، الكتالوجات اللي فيها جميع قطع الغيار اللي ممكن تتصورها. التعامل، الفهم السريع. ناس يا احمد ما بتتكلمش غير دغري. لما اللي قدامك بيبقى دغري انت كمان لازم تبقى دغري. مستوى الثقه، الضمانات اللي هيدوها لنا شيء مش معقول. هنوصل لده في يوم من الايام يا سعيد، تاكد ان احنا هنوصل لما نبقى عندنا هدف واحد ومبدا واحد. ولو بطلنا فهلاوه وحداقه وفوت علينا بكره ومعلش. تمام، اوريك بقى الكتالوجات. لا 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 لا، مش لما تروح تستريح الاول وبعدين نبقى نتكلم. اروح؟ تروح وتسترخي.
تريح لك ساعتين ثلاثة وتاخد لك حمام دافي وبعدين تلبس كده وتجيلي البيت تتعشى سوا. أروح لمينا؟ ده حتى ما حاولتش تطلع تقابلني في المطار. لا. طب بذمتك حاولت تتصل بالمكتب علشان تعرف ميعاد وصولي؟ احنا هنتلكك بقى. ما متأكدة 100% ان اكيد هطلع لك المطار وقابلك. مش حقيقي يا احمد، سوسن بتفقدني يوم بعد يوم، سوسن بتتجاهلني وانا محبش حد يتجاهلني ابدا. حاضر حاضر، حمام محشي في الفريك وخرشوف وانا هتصرف في الباقي. حاضر، مع السلامة. حمام محشي ايه وخرشوف ايه؟ كنت بتكلمي مين؟ ده سي احمد عنده عزومة على العشاء. ايه؟ عزومة النهاردة يا زمردة؟ طب ما قالكيش عازم مين؟ عازم مين؟ عازم مين يا بنتي يا زمردة؟ الشلة بتاعته. هو انا هسأله انت عازم مين؟ اما الحمام المحشي علشان سعيد بيه، والباقي بقى انا هتصرف. خلاص يا زمرودة، مش عايزه اعرف الباقي، مش عايزه اعرف. هو ايه اصله ده؟ عملتي ايه في الامتحان الاول؟ امتحان يجنن يا زمرودة، يجنن. هو ايه ده اللي يجنن؟ ما تفهميني، انا دلوقتي بسالك على الامتحان. امتحان كان وحشني قوي يا زمرودة، تصوري حاسه كاني ما شفتوش من سنين، لكن دلوقتي خلاص هشوفه كل يوم. اخ يا نفوخي. ما تحاوليش تعتذري، انا عامل العشاء ده بمناسبه رجوع سعيد من السفر وبدايه المشروع الجديد. هتيجي عفة ونيرة هيكونوا مستنينك في البيت. وما تنسيش تتصلي بممدوح وعصام. حاضر، هتصل بيهم بس بلاشان. إلهام، هنطلع من هنا رجلي على رجلك على البيت على طول، وما فيش أي اعتذار. حاضر، أنا هروح بس أجي لوحدي. طيب براحتك. عن إذنك. تفضلي. لو لبست الفستان الاسود تبقي عايزه شنطه سودا، لو لبستي الفستان الابيض تبقي عايزه جزمه بيضاء. طب وبعدين؟ ولا قبلين، يعني الشنطه البيضاء هتقول لا؟ مش هتقول لا يا ماما، بس مش معقول يعني هروح بجزمه لون وشنطه لون. ماما انت معاكي كم من المصروف؟ ليه بس؟ قولي لي معاكي كام؟ ما تخافيش، بكره هقبض الاوفر تايم هديهولك كله. ناخد فلوس الاكل والشرب نجيب بيهم جزم وشنط بقى؟ ده كلام يا عبد السلام. سيبي بس سي عبد السلام في حاله دلوقتي وقولي لي معاكي كام. العد غنمك يا جوحة، واحدة قايمة وواحدة نايمة. اهم يا اختي، 5 6 7 8، 8 جنيه لا طلعوا ولا نزلوا. وانا هلاقي شنطة ب8 جنيه؟ الله يرحم الشنط اللي كانت متلقاها على العربيات في الوكالة. وكالة؟ وكالة. اجدعها هانم كانت تنزل تجيب الشنط والجزم من الوكالة وتتدلع وتقول انا جايبهم من اكبر محل في البلد. اصلك يا ماما ما بتشوفيش اخته نيره لابسه ازاي؟ اشمعنى دول؟ يا خوفي من كلمه اشمعنى. الهام، خليكي على قد طوبك يا بنتي، لا انت من دول ولا زيهم. امري لله. الوكاله
انت واقفه هنا بتعملي ايه؟ لا ابدا، بدور على جزمه وشنطه. تدور على جزمه وشنطه قدام المحل بتاعنا؟ ده محلكم؟ ده واحد من محلاتنا، فرع من الفروع. انتوا بتشتغلوا في كل حاجه؟ احنا بنشتغل في اي حاجه تجيب فلوس، والجزم والشنط انت عارفه دلوقتي. ايوه عارفه. اتفضلي نقي اللي انت عاوزاه. مش معقول يا استاذ عصام. ارجوك. ايوه بس بس هدفع انا معايا. ايه وحيد؟ ايوه. شوف اللي انسى الهام ايه اللي عايزه تنقيه وما تحاسبهاش. حاضر. حلوه. مش قلتلك الوكاله فيها ياما؟ جبتيهم بكام؟ بقى دول يا ماما برضو منظر وكاله. امال يعني جبتيهم من ايطاليا؟ خدي يا حبيبتي، خدي التمانية جنيه بتوعك اهم. لا تمانية جنيه ايه؟ افهم بقى جبتي الحاجات دي ازاي؟ بعدين يا ماما بعدين، اصل لازم انزل اعمل شعري عند الكوافير. والله والله ما انتي نازله الا لما اعرف جبتي الحاجات دي منين. طب انا هفهمك. اقعدي بس يا حبيبتي واهدي، اقعدي. اصل الاستاذ عصام اللي بيشتغل عندنا في المكتب. ده غير بتاع الحلويات؟ ايوه يا ماما، التاني اسمه ممدوح، الاستاذ ممدوح. طب واسم النبي حارسه بقى، جابلك الحاجات دي بمناسبه ايه؟ ابدا يا ماما، اصله طلع صاحب المحل اللي انا روحته في الوكاله فداني الحاجات دي ببلاش. يعني مجامله. مجامله؟ مجامله ايه اسم الله؟ انت يا بنت عايزه تضحكي عليا؟ الكلام ده ما يخشش نافوخي. في حد بيجامل حد في الزمان ده الا اذا كان له غرض. غرض ايه يا ماما؟ انت بتقولي ايه؟ انا مالي يا اختي؟ هم في الافلام بيقولوا كده، يقعد الشرير يجيب هديات للبطله وبعدين يطلب الثمن. ثمن ايه يا زبده؟ ده كلام. هو انا وشي كده؟ اتأخرت عليكي؟ قوي. آسف جدا، بس أصل كان عندي شغل كتير قوي النهارده. ما كانش ممكن تاخد أجازة وأنت عارف النهارده عيد جوازنا. أنت ليه مش قادرة تفهمي طبيعة شغلي؟ وأنت ليه مش فاهم إن شغلك ده هو سبب قلق عليك؟ يبقى هتفضلي طول عمرك قلقانة. سوسن أنا ما بحبش الضعف، ما بحبش الخوف، ما أعرفوش. ليه بتسميه خوف؟ ليه ما تقولش مرحبا؟ آسف، تبقي مش فاهماني. أي ست تتجوز ضابط لازم تعتبر نفسها فدائية. مش قادرة أفهم أحمد عامل العزومة دي بمناسبة إيه؟ بمناسبة نجاح المشروع. وسط امتحاناتك؟ امتحانات إيه؟ إيه اللي ذاكر ذاكر؟ وبعدين العزومة دي على 10، يعني هتكون الساعة 10، والمفروض إني خلصت مذاكرة. متأسفة جدا، أنا لازم أنام بدري. ثم أنا كنت فاهمة إنه عازم أصحابه بس. اتضح إنه عازم ست إلهام بتاعته. طب وايه يعني؟ انا مش قادره افهم ايه الاشكال اللي بيدخلها البيت دي. اشكال؟ حرام عليك يا عفت، هي يعني عشان بنتك غلبانه ومكافحه
تقومي تقولي عليها كده. انا عمري ما شفت مدير شركه يعزم السكرتيره بتاعته على عشاء في بيته. اصل احمد ما بيفكرش بطريقتك، وعلى العموم اذا كنت عايزه تقابليها قابليها، مش عايزه تقابليها ما تقابليهاش، انت حره. لا طبعا هقابلها. هتقابليها كويس، مفهوم؟ طبعا هقابلها كويس قوي. بصراحه بقى انا وجودي معاكم ملهوش اي لازمه. جاي يا كريم، ما مش معقول بقى كل مره هاجي اقعد لكم كده زي خيال المقات. خلاص يا ستي، اوعدك ان دي هتبقى اخر مره، احنا فعلا مش المفروض نشوف بعض تاني. وتفتكري ده حل؟ اوقات الحل ما بيبقاش حل يا وجيه. انا ما اقدرش اعيش في حاله رعب. هو ده اللي عايز اشيله من دماغك يا شهرت. انا قلت لك قبل كده ما تحاوليش تخافي وانت معايا. يبقى بنضحك على نفسنا. انا في نظر اي حد يشوفني دلوقتي ست خاينه، ست ما عندهاش. ما تكمليش. اذا كان ده احساسك يبقى فين الارتباط اللي بينا؟ وجيه ارجوك افهم. على اي حال انت مش هتشوفيني لمده اسبوع. ليه؟ عندي ماموريه، مسافر. ماموريه ايه؟ هو في حاجه اللي من دول؟ هو يعني لازم يكون في حاجه يا شهرة؟ مجرد ماموريه منورات يعني؟ حاجه زي كده. طب هتقدر تتصل بيا؟ مش عارف، لكن الاسبوع ده ممكن يديكي فرصه تفكري في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. يواجه الموقف ده الظروف هي اللي حطتني فيه. وانتي شاركتي الظروف بموافقتك على الجوازه دي. يواجه غصب عني. بقيت بكره كلمه غصب عني. منتهى الضعف والاستسلام. وقلت لك قبل كده ان اكتر حاجه تقتلني الاستسلام. الو، وصلت من 3 ساعات. انا مش فاهم انت مش في البيت ليه. لا ابدا، خليك على راحتك. لا انا معزوم على العشاء بره. بقول لك خليك على راحتك، والدتك اهم بكتير. مع السلامه. أقدم لك عفة أختي إلهام. يا عفة أهلا. طبعا أنت شفتي إلهام قبل كده مش كده؟ طبعا شفتها قبل كده في المكتب. فستانك شيك قوي يا إلهام. متشكرة. عفت هي الشخصية المهمة جدا عندنا في البيت. احنا هنغلط بقى، امال انا بقى ايه؟ ده انت عروسة البيت. سعيد انت اتأخرت ليه؟